الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المراد بالاشتراك هنا هو أن يشترك 7 أشخاص في ثمن بقرة أو ناقة، ثم يذبحونها أضحية عنهم لكل منهم السبع. إذن قضية الاشتراك هنا في البقرة والإبل، أن يشتركوا في ثمنها 7 أو أقل من 7، يكون لكل واحد منهم السبع أو أكثر من السبع، فلا يكون أقل من السبع ولا يكون أكثر من 7. هذا هو الاشتراك المنصوص عليه هنا والذي أجيب عنه في هذا السؤال. أما الاشتراك الذي أن يشتريها واحد فيذبحها ويشرك غيره في الأجر والثواب، فهذا جائز باتفاق المذاهب كلها. إذن ما ذكرناه من الاشتراك في الثمن في البقرة والإبل هذا قول مختلف فيه بين الفقهاء، ويمكن أن أقول بأن القول الأول هو بالجواز أن يشترك 7 في بقرة أو ناقة لكي يضحوا بها، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة، وسواء كانت أضحية منذورة أو تطوع. هذا هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، لكن الأحناف اشترطوا أن يشتركوا هؤلاء في قربة، أي يريدون الأضحية، فإن كان أحدهم يريد اللحمة لم تجزئ عنهم هذه الأضحية. هذه زيادة وشرط آخر للأحناف. القول الثاني، لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية، وهذا هو القول المعتمد عند المالكية، فإن فعلوا ذلك فلا تجزئ عن واحد منهم. أدلة الجمهور أحاديث عديدة، كحديث جابر في صحيح مسلم، وحديث حذيفة، وحديث أحاديث أخرى، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام شرك في حجة وداعه بين المسلمين في البقرة عن 7، وهذا هو قول علي وحذيفة وأبو مسعود أنصاري وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. أما المالكية فقد احتجوا بحديث في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذبح عن أهل بيته إلا بقرة واحدة، وهذا الحديث عند علماء الحديث هو متكلم فيه. وبعض المالكية قاصوا المنع في الاشتراك في الإبل والبقرة على المنع في الاشتراك في الشاة، أي في الغنم الواحدة، ومعلوم أن هناك إجماع بين العلماء في عدم جواز الاشتراك في الغنم، كبش، شاة، عنزة، تيس، لا يجوز الاشتراك في ثمنها، هذا بإجماع ولا يجوز خرق الإجماع. لكن المالكية قالوا قياسا على عدم جواز الاشتراك في الغنم، كذلك لا يجوز الاشتراك في الإبل والبقر. يقول الحافظ المغرب بن عبد البر المالكي النمري في كتاب الاستذكار، وهذا قياس لا يرتضى، أي لم يرتضي هذا القياس رحمة الله عليه. كما قالوا كذلك من أدلتهم أن الأضحية عبادة، والعبادة لا يجوز الاشتراك فيها. إذن هذا الأمر كما ذكرنا هو من الخلافات الفقهية بين المذاهب. أنبه نفسي أولا وإخوتي إلى أننا بعض الحالات نسمع فتاوى من المشرق لعلماء يقولون بجواز الاشتراك في الأضحية الإبل والبقر على مذهب الشافعية أو الحنابلة، ثم يأتي الواحد منا فيسأل عالما من علماء المغرب فيقول له بعدم الجواز، فيقول لأن المالكية على مذهب المالكية لا يجوز الاشتراك كذا، فيقول مشنعان وصراع وجدال وعراك وخصومة وقطيعة. لا، المسألة كما ذكرنا واسعة، والمالكية منعوا والجمهور بأدلتهم القوية أجازوا الاشتراك في البقر والإبل. على أني أقول لكل عامي مقلد أن يقلد عالما معتبرا، فالعامي يقلد في كل شيء إلا في اختياره للعالم الذي يقلده، فقلد من تحسن به الظن، وقلد من يخاف الله عز وجل في دينه وفي من يفتيه، هذا من تقلده. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.